So no two-thirds, no two-thirds rejected, right? And I will ask as having failed to obtain a two-thirds majority. It's not adopted. I will just... Yeah. The voting has... قد تم الانتهاء من التسجيل للأصوات. رجاء غلق جهاز التصويت. Yes, but before the, so this is short of two-third majority, so it's rejection. It's rejection. So please read this, mm-hmm. and then the last line: having failed to obtain a two-third yes. majority of members present voting, the draft amendment is not adopted. Okay. The result. نتيجة التصويت كما يلي: المؤيدون 88، المعارضون 55، الممتنعون 23، ولم يتم الحصول على أغلبية الثلثين من الأعضاء الموجودين والمصوتين، وبالتالي فإن مشروع التعديل ES10L26 لم يعتمد. الرئيس، وبما أن مشروع تعديل A على ES10 على L26 لم يعتمد، ستقوم الجمعية العامة الآن بالبت بشأن مشروع القرار A على ES10 على L25. الجمعية العامة ستبت الآن بشأن مشروع القرار A على ES10 على L25 بعنوان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. طلب تسجيل التصويت على مشروع القرار، ونبدأ الآن عملية التصويت. المؤيدون لمشروع القرار A على ES10 على L25 رجاء تسجيل أصواتكم، وكذلك المعارضون والممتنعون. تصوت الجمعية العامة الآن على مشروع القرار ES10 على L25 بعنوان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. رجاء أن تتكرم كل الوفود بالتحقق قبل غلق جهاز التصويت أن أصواتها قد تم تسجيلها بشكل دقيق على شاشة التصويت. تم الانتهاء من التصويت. رجاء غلق جهاز التصويت.
The result. نتيجة التصويت كما يلي: المؤيدون 120، المعارضون 14، الممتنعون 45. اعتمد مشروع القرار AES 10L25.